داخل الفضاء التربوي هذا حدث لا يموت للتربية ولا للتعليم بصلة، يهز أركان كلية العلوم بفاس. مكتب أستاذ مادة الفيزياء تحول إلى مسرح جريمة كادت أن تودي بحياته، والمعتدي طالب بسلك الماستر من جنسية جيبوتية وما زال في حالة فرار. الحادثة ما زال كنجهلوها التفاصيل، ولكن على حسب ما توصلنا ليه بأن واحد هذا الطالب جاء يتناقش مع الأستاذ ديالو في المكتب حول النقطة واحد النقطة، وربما ما من خلال ذلك تسمعوا الناس صداع ومشاو كيشوفوا لقاو بلي الطالب تهجم على الأستاذ واحد بالسلاح الأبيض. نقاش حول نقطة منحت للطالب تحول إلى اعتداء بالسلاح الأبيض، والأستاذ نقل إلى غرفة عمليات المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس. أجريت للأستاذ عملية جراحية بسبب خطورة الحالة التي كان عليها. الطعنة التي تعرض لها كانت بقوة وبعنف كبير جدا، إلى درجة أنها أحدثت عدة جروح عميقة مع نزيف حاد، وكذلك دخول قطعة معدنية ترجع إلى السكين إلى عظم الجمجمة، حيث تم تكسر السكين وبقي جزء من جسم غريب داخل عظم الجمجمة، وقد أجريت العملية والحمد لله بنجاح. العملية الجراحية ومن لطف الأقدار كللت بنجاح، والجسم التربوي للكلية يستنكر الحادثة بشدة ويناشد بمحاربة ظاهرة العنف. وجاء العنف والحوار الوحيد بين الطالب والأستاذ. إذا باسم النقابة الوطنية للتعليم المثالي احنا متضامنين مع هذا الأستاذ هذا، ونستنكر هذا العنف الممنهج ضد الأستاذ، وخص نصيبوا حل لهذا المشكل هذا. حادثة كلية العلوم بحي ظهر المهرز بفاس تعيد طرح الأسئلة: أين هو الوسط التعليمي من الأمن والأمان؟ وكيف السبيل إلى طرد العنف الذي اكتسح كل الأسلاك التعليمية ببلادنا؟